السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله كده هنبدأ في كورس إنجليش. هنبدأ ب present simple. والpresent simple ده يعتبر أهم زمن في الإنجليزي كله بسبب إنه أكثر زمن استخدام. طيب إحنا لو بصينا في جملة present simple شوفتها مثلا. لو مثلا I do my homework. اوكي لو بصيت في الجمله دي اول حاجه عندنا طبعا اللي هو pronoun اللي هو I. اوكي يجي بعد منه الفيرب اللي هو do. لو بصينا على شكل الفعل اللي هو verb do مش مضاف له اي حاجه ليه؟ والكلام ده عشان نحضر اللي هو مع I. طيب انا لو جبتها مع he او she او it اعمل مثلا she do her homework. طيب الكلام ده ينفع؟ طبعا اكيد في حاجه مش مظبوطه اللي هي ان احنا هنضيف الفعل yes. طيب يبقى عندك present simple بقى بسيط اللي هو بيضيف الفعل s او s مع he she it او اي s مفرد. في ناس بتقول لك ان present simple هو بتصير المصدر بتاع الفعل مع i we you and it. طيب انا اختلف شويه مع الحته دي ليه؟ لو بصينا مثلا واحد لك برضه يدوم يقول مثلا I'm a teacher. I am a teacher. طيب الجمله زمان present simple اوكي؟ طب الفعل فين؟ am. طب المصدر منه be. فبالتالي ما ينفعش يكون present simple يبقى بيتكون مصدر فعل مع I, be, you, they. لا هو الاسم التصريف الاول الفعل مع كل الضمائر. بس الفرق بين ان انا بضيف مع he و she بقيت بضيف له يا اما s يا اما es. طب مثال تاني لو انا مثلا احمد use the computer. اوكي فعل فين؟ use. يبقى كده لا اضيف له برضه s. طب ليه؟ عشان احمد. يبقى احنا ضفنا مع احمد لان احمد عوضنا بي. هي الفعل نضيف له اس. اوكي؟ هي وشي وات. طيب مثلا قلنا هنا شي. هنا احمد. ممكن اشيل هنا شي واحط بدلها مثلا دينا. او دينا هي برضه ضيف الفعل اس. طيب ذا كات. ذا كات درينك ميلك. ينفع؟ طبعا ده بطل لازم يبقى درينكس. ليه؟ برضه ذا كات ممكن اشيل كلمه ذا كات واحط بدل ايه؟ ات. واحنا اتفقنا مع هي وشي وات الفعل بضيف له اس او اس. كده القاعده الرئيسيه ان احنا عندنا الفعل اس او اس مع هي وشي وات. طيب اللي بستخدم بريزنت سيمبل ليه؟ بستخدم present simple عشان ثلاث حاجات. facts and habits. facts اللي هي حقائق. طيب حقيقة زي ايه مثلا؟ the sun rise in the morning. اوكي هنلاحظ الصن ضفنا الفعل اس رايز الصن رايز از مور دي فعل حقيقه الشمس تشرق الصبح مفيش مره الشمس قال لك لا ما اطلعش لا هي كده تشرق الصبح دي فعل. الحاجه الثانيه هابت. هابت اللي هي عاده زي مثلا اقول اي جيت اب ايرلي every day. وخلي بالك من كلمة every day. every day لازم تبقى كلمتين. طب نعمل برضه نوسع شوية لأن في فرق بين every day و every day تاني. يبقى every نخليها بعيد. every day هنا معناها كل يوم. في حاجة اسمها every day تاني دي المؤاخذة هنعملها في الآخر إن شاء الله. لو لاحظ هنا I get up
every day. لو قلنا he get up, صح؟ No, good, very good. He gets up early every day. يبقى عندنا هنا effect وعندنا هنا habit أو effects and habits. طيب الحاجة التالتة حاجة اسمها time table. يعني ايه time table؟ اللي هو جدول مواعيد. طب جدول مواعيد بيستخدم ازاي؟ أنا مثلا هسافر إن شاء الله الجمعة الجاية القاهرة. أوكي؟ هو مثلا the bus leaves at 8 next Friday. أوكي؟ هنا أنا بتكلم دلوقتي عن أنا دلوقتي هحجز مثلا تذكرة وأحاول مثلا الكوميساري أو اللي بيحجز هو التيكت أوفيس وين باص ذا ليف؟ حلو ذا باص وين ذا باص ليف سوري يبقى ذا باص ليفز ات 8 نكست فرايداي تو نكست فرايداي فور فيوتشر صح؟ بس احنا بنستخدمها في زمن البريزنت سيمبل عشان نعبر عن تايم تيبل. اوكي كده تمام. طب اجي بقى استخدم البريزنت سيمبل في النيجاتيف. هنشوف كده مثلا نعمل مثال على الكمبيوتر. احمد يوزز ذا كمبيوتر. طبعا دي بارتكب اللي هو اسباب. طب لما عملنا نيجاتيف بنشيل الاس ده اول شيء. تاني حاجه بنحط هنا كلمه داز. بس داز بس عشان نفهم ولا داز يبقى احمد دازنت يوز ذا كمبيوتر. انا شلت الاس ليه؟ عشان الناس كتير بتغلط وتقول لك ان احنا بنشيل نرجع الفعل للمصدر في النيجاتيف. لا الكلام مش صح. انا شلت الاس عشان كلمه دازنت. اوكي؟ نيجي هنا من ذكاء. ذكاء برضه بشيل اس هنا وخلي هنا برضه ايه؟ دازنت. يبقى دازنت درينك. طيب لو في جمله مثلا اي لايك سويمينج. طب النفي بتاعها ايه؟ قول اي. طب هنا في المعايير وشيء احنا دازنت. تبقى مع اي وي ويو وذي بجيب دونت. يبقى اي دونت لايك. وطبعا ما شيلش حاجه في طيب الكلام ده لو الفعل موجود. طب لو عندنا مثلا فيرب تو بي زي الجمله احنا بنعمل شويه اللي هي مثلا اي ما تيشر لما اجي يعني فيها اجيب دونت ولا دازنت؟ لا لا اجيب دونت ولا دازنت. اجيب نشوف كده مثلا اي ام تيشر. اي ام تيشر واحد تاني مش معلم مش مدرس. اوكي I am not. كل كلمة أنا أحط كلمة not هنا. طيب she's clever. اوكي she's clever عايزين فيها أحط أنا برضه كلمة not. she's not clever. لا present simple في الاستاذ and negative في النفي. طب لما أجي أسأل في present simple أعمل إيه؟ بسيطة خالص. احنا هنا كنا في النفي بنجيب دونت ودازنت برضه هجيب في السؤال دو وداز. خلينا في الفكره كلها لو هنعتبر الجمله دي كلها بدل بيس او نو. قول كده الجمله كانت يس ذا sun rises in the morning. وانا برضه يس اي جيت up. Yes, he gets it. طيب الطريقه ان انا بسال هنا سؤال بعمل ايه؟ سهل جدا جدا جدا. احنا لو فاكرين كنا في النفي بنحط دي بازل. السؤال هجيبه يا بازل. طب في الجمله دي بعمل ايه؟ هشيل يس واحضر كلمه باز. واشيل هنا الاس لان احنا اتفقنا احط كويستشن مارك. يبقى does the sun rise in the morning. طب هنا Yes, I get up every day. برضه هشيل دي واحط هنا برضه ايه؟ do. good. ليه؟ ده عشان اي. طب اي هي في الاجابه بتتحول هنا او في السؤال بتتحول الى يو. يبقى هنا do you get up early every day من question mark. طيب هنا برضه هنا does he gets up. طبعا برضه هرجع
small, how it does. He gets up early when he can some. طبعا لا في حاجة غلط في الجملة هي machine is. كده تمام احنا كده خدنا ازاي نسأل سؤال بس نسأل سؤال في بيسألوني اجابته على طول تبقى بيسألوني بالظبط. طب نفس الجملة دي اسأل سؤال مثلا أول حاجة وين؟ بسيطة خالص هي هي مفيش مشكلة خالص. حط هنا وين في الأول. وين داز بس الفرق البسيط ان انا اشيل اللي انا بس اعمله اللي هو ده. وين داز ذا سان رايز يبقى شلت الحاجه اللي سالت عنها وحطيت بدالها كلمه استفهام هنا مثلا وين دو يو جيت اب وانا برضه بشيل اللي بس اعمله كله اللي هو وين دو جيت اب ونفس الكلام هنا وين داز يجيت اب. طب هو كل وين مفيش حاجه تاني؟ لا طبعا في كتير. اي كلمه استفهام انا في الجمله دي مثلا بعد برضه قلت له وين. لما اجي مثلا اقول they live in Cain. اوكي؟ الفعل ده في اس طبعا ما فيهوش اس يبقى هجيب طبعا ايه من غير ما افكر دو اوكي طيب وحسأل عن انكاير اشيل انكاير واحط هنا وير يبقى وير دو ذي ليف طبعا برضو ارجع الفعل اسمه فعل الحرف اسمه وين دو ذي اوكي كده يبقى هنا سؤال بجيب وير بجيب وين بجيب اي كلمه استفهام على حسب ما انا بسال طيب لو عندك يعني زرار يعني مثلا بك ايه she is in mood لما اجي اسال اقدم هنا دي على دي اقول وير از شي بس وير از شي كده السؤال اتكون عندنا طبعا سهل الموضوع تكون سهل خالص طيب هل في ممكن مره ما اجيبش ما ينفعش اجيب فعل مساعد؟ اه ممكن طب امتى؟ نشوف السؤال الجاي لو قلت مثلا ايه؟ احمد هيلبس ماما اكثر اوكي وعايز عن مين؟ سام سوري عايز عن هو هيلبس مام مش احمد بقول هو هيلبس مام ات هوم طب ليه؟ لان انا كده سالت على الفعل ونجيب قلنا نكمل قال لك طبعا قلنا في الاول الكلمات دل عليها اختار الكلمات دل على البريزنت سيمبل كلها هي كلمات تديك يا اما استمراريه يا اما انعدام وجمع زي مثلا always never every usually seldom rarely occasionally وهكذا حتى كل الكلمات دي كلها بتدل على يا اما استمراريه يا اما انعدام never every day بقى في اول قلت لكم في فرق بين every day هي دي كده و every day كده عشان محدش يغلط فيهم لما يجوا مثلا ايه الفرق بين الاثنين؟ every day دي من every حاجه كل يوم every day هنا صفر مثلا بك ايه؟ he enjoys his everyday life ان هو بيستمتع بحياته اليوميه every day معناها يوم اوكي مش كل يوم زي الليالي اوكي تمام؟ لكن البريزنت سيمبل يا رب نكون استفدنا ان شاء الله باذن الله هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه بس اهم حاجه ان انا افهم الزمن كويس قبل ما استخدمه يا رب تكونوا استفدتم وان شاء الله اشوفكم على خير ولو اي حد في تعليق في اي حاجه يبلغنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته